في مؤشر على تزايد معاناة الغزيين جراء الحرب المتواصلة التي كانت أبشع من أن يتحملها أطفال القطاع، حيث لم يهنأوا ولم يأخذوا من الحياة ما يكفيهم لأن يعيشوا، إذ بدلت قذيفة الاحتلال الأولى كل شيء وسلبتهم أحلامهم البريئة. فبدلا من اللعب والتعليم وجدوا أنفسهم في مواجهة الجوع. ذلك العدو الخفي الذي أرداهم ضحايا له، ربما لم يفهموا معنى الحرب، ربما لم يشاهدوا شعلة كفاح آبائهم الأولى، إلا أنهم شعروا بالجوع، فكان هو العدو الأول والأخير لدى هؤلاء الضحايا الصغار. فناموا واستيقظوا واستشهدوا جوعا، بينما ضمائر العالم لم تتحرك. الجوع في غزة ليس مجرد حالة فردية أو جماعية، بل هو وضع يعيشه كافة سكان ذلك القطاع. وبالرغم من كونه يؤثر على الجميع، إلا أن أطفال غزة الأكثر تضررا، إذ استشهد منهم نحو 40 طفلا جائعا حتى الآن، بينما لا يزال هناك أكثر من 200 طفل آخرين يعانون مشكلات سوء التغذية بكامل القطاع، بينهم 50 في شماله بحسب ما أكدته مصادر طبية. المصادر أوضحت أن المجاعة أصبحت مؤكدة في شمال القطاع، إذ يعاني نحو 700,000 شخص من نقص حاد في المواد الغذائية والخضروات جراء الحصار الذي فرضته عليهم إسرائيل، فضلا عن استمرار إغلاق المعابر الحدودية وعدم دخول شاحنات المساعدات للشمال. كاللص تسرق الحرب من أهالي غزة وذويهم أحلامهم وأعمارهم وحقهم في الحياة، فلا مجالات للنجاة ولا آمال تلوح في الأفق، بينما يواصل جيش الاحتلال تعنته وانتهاكاته حتى بات كل شيء في غزة يتألم. فلا يزال العالم يتجاهل قسوة الأيام على تلك الأرض الحزينة وأهلها ضحايا الاحتلال والجوع.